مساء الخير والفل والياسمين والعسل الابيض طبعا على كل الناس الحلوه اللي بتشوفنا النهارده. يوم جديد وحلقه جديده من عسل ابيض. مساء العسل الابيض عليك يا ساره. مساء العسل الابيض. تكوني كده قضيتي اجازه لطيفه وسعيده كده. انا بحس دايما في حقد كده وفي غل. ليه نرميني حبيبتي كده؟ ما انت لما بتاخدي كده ويك اند لطيف بقى انبسطت. مش بتتكلمي تطمني عليا؟ لا بطمن بس ما بقاش متضايقه. بنبسط جدا لنرمين وليك وكمان يا رب تكونوا قضيتوا ويك اند انتوا كمان سعيد. وما تقولوش لنرمين انتوا عملتوا ايه. لا 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 على فكره ساره بتتكلم غلط تماما. انا طبعا انا بفرح والله للناس. احنا لسه متفق نخرج مع بعض والله هناكل اكله حلوه كده في مكان جميل. يلا نقول بقى بس. لا خلاص انت قولي. هنتصور وننزل لكم صور على البيج يا جماعه بتاعتنا لان الحقيقه احنا ما بننزلش خالص انا وشيرين وساره. وكل ما نتفق ان احنا ننزل ونخرج ما اعرفش يعني الموضوع بيتفشكل. بس نوعدكم ان شاء الله يوم السبت نحاول ان احنا نتجمع وننزل نروح المكان اللطيف ده. بجد بجد انا مبسوطه على فكره يا جماعه. نرمين بتعمل حاله بهجه وسعاده في المكان بجد فعلا والله من اجمل الناس اللي عرفتها في حياتي. حبيبتي مساء العسل الابيض عليكم ويا رب تكونوا انبسطتوا. والنهارده اكيد هيبقى معانا يوم جديد مختلف فقرات مختلفه وتقارير وان شاء الله تنبسطوا معانا النهارده في يوم جميل يوم الاثنين على قناه تان تي في وبرنامج عسل ابيض. نبدا بقى اخبارنا. نبدا اخبارنا وهنبداها بالختان من قرى السعيد. هنشوف الحقيقه ونسمع دلوقتي عدد من الامهات اللي بيندموا على ان هم كانوا عندهم اعتقاد ان ختان الاناث او زي ما اتفقنا ان احنا هنسميه جريمه تشويه انوثه المراه كانوا هم معتقدين ان هي مفيده جدا للبنت وان هي مكرمه ليها. لكن هم الحقيقه اكتشفوا ان هي ان عفه البنت بتيجي من القيم النبيله اللي تربوا عليها. معانا فيديو دلوقتي صوره طبعا الزميل المحرر الصحفي محمد مهران من موقع مبتدأ. تعالوا نشوف ونرجع نعلق على الفيديو. احنا كنا معتقدين ان ختان البنات دي حاجه ضروريه في حياتنا وفي مجتمعنا. اول ما بنعمل العمليه ديت بيحصل نزيف وبعد كده لما تبقى شبح في حياتها طول عمرها. مع وصول الإخوان المسلمين إلى الحكم ووسط تعاظم الاتهامات عن قيام مجموعة من الأطباء التابعين لحزب الحرية والعدالة بختان الإناث. المادة 36 لن تؤثر في حقوق المرأة، بالعكس ده بتصون حقوق المرأة وتحفظ المرأة من الانحراف. منطقة الطهر بديلها نزيف، دكتور بيطلع حتى زيادة المغزى بيخيط لها. يعني بتأثر عليها بعد كده في الجواز وفي الولادة. الناس تقول لازم تنطق الطاهر عشان تبقى لمغزي يعني هادية وكده بس احنا الأدب والاحترام بتاع البنت فوق كل شيء مش بالحاجة دي يعني. بيبقى يوم ما بيتنسيش أصلا وبعد كده لما بتتجوز بتلاقي صعوبات جدا في حياتها الزوجية وبتتأثر منها. بس احنا بنحاول بكل مجهودنا ان احنا نمنع العادة السيئة دي اللي موجودة في مجتمعنا اللي ملهاش ده لازمة لان ولا دين حس عليها ولا حاجه حست عليها. احنا دول بتجهنا على طول يعني بتتكلم معانا فعرفنا بقى انه غلط. دوات عرفتني ان الختان ده حاجه وحشه بتاثر على النفسيه والحاله النفسيه والحاله الصحيه. وانا شايفه ان هي ملهاش اي لازمه. انا عايشه حياتي طبيعيه جدا ومبسوطه جدا ومش حاسه ان انا معيوبه ولا ناقصني اي حاجه. اقول له كل ام ما يعني دي يعتبر اهانه للبنت اللي هي اتختنها. العفه بتيجي من التربيه والقيم وتعريف الصح من الغلط. يعني ان شاء الله قريب جدا العاده دي هتختفي. يعني هو لسه يا جماعه في حد بيعمل موضوع ختان الاناث ده؟ يعني زي ما احنا شفنا الاراء الناس نفسها بقت فاهمه الحقيقه ان هي بيأثر على الحاله النفسيه وعلى الحاله الجسديه. طيب خلونا ناخد معانا على التليفون دلوقتي المحرر الصحفي استاذ محمد مهران هيحكي لنا اكتر بقى ازاي شاف راي السيدات او سيدات الصعيد تحديدا في الختان. استاذ محمد مساء الخير على حضرتك. مساء الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. اهلا بيك. ويعني يمكن زي ما شفنا اراء الناس في الصعيد من البنات والسيدات خلاص بقى عندهم حاله من الوعي ان ده بيؤثر على الحاله النفسيه وعلى الحاله الجسديه. لما عملت معاهم الحوار كان شفت الحوار ازاي؟ وفي ناس على الجانب الثاني مقتنعين ان في موضوع ختان الاناث ده يعني. في البدايه انت حضرتك طبعا عارفه ان اغلب محافظات الصعيد عندها فكر واعتقاد ان الحاجات اللي زي دي عباره عن عادات وتقاليد موروثه لازم ان هي تعملها بعيدا
بعيدا عن ان هم ما عندهمش وعي، ما عندهمش فكر عن الجانب السلبي اللي هيسببه حاجه زي دي على البنت. تمام. فمن خلال زي ما شفت حضرتك طبعا في التقرير، كان البعض من السيدات الصعيد كان مقتنع بفكره ان البنت مش لازم تعمل عمليه الختان او الطهاره زي ما هم بيقولوا، لان السبب بيرجع في الاول في الاخر على التربيه. صحيح. ويمكن انا سعيدة جدا ان انا شفت الفيديو ده، لانه شفت سيدات بيتراجعوا وعائلات بتتراجع عن مساله تشويه انوثه المراه بين قوسين الختان. لكن حضرتك ليه توجهت تحديدا للصعيد؟ توجهت للصعيد بالذات لان اغلب الحاجات دي بتحصل في الصعيد، وبالعكس ان اللي بيقوم بالحالات اللي زي دي مجموعه من الدكاتره. مجموعه من الدكاتره. حاطين على من كليات الطب وبيقوموا بالعمليات دي عادي، ومن غير طبعا اي اجراء قانوني بيتخذ ضدهم. طب خليني اسال حضرتك يا استاذ محمد، هل في حملات توعيه بتنزل للصعيد بتوعي الناس بخطوره الموضوع ده؟ لان ده خطير جدا، زي ما شفنا في التقرير اللي حضرتك كنت مصوره بيقول لك في البنات بيجي لها حاله من النزيف وممكن بعد الشر طبعا عليهم تؤدي الى الوفاه، فهل في حملات توعويه توعي الناس دي؟ بالفعل يا فندم، في حملات بيقوم بها المركز القومي للصحه والاسكان بالتعاون مع وزاره الصحه، بينزلوا للقرى والمراكز اللي في الصعيد بيوعوا الناس بخطوره عمليه الختان وتاثيرها على البنت فيما بعد. صحيح. ده صحيح انه في دلوقتي عقوبات بقت اقوى وبالغه اكتر من العقوبات اللي فاتت، ولكن التوعيه او الوقايه افضل من العلاج زي ما بيقولوا، يعني لازم ننزل بالتوعيه. يعني العقوبات بقت موجوده لكن التوعيه اهم عشان ما نوصلش للعقوبه في الاخر كمان. تمام يا فندم. بالظبط، ان هو كان في مقترح يتقدم لمجلس النواب وحاليا يعني بيتم الموافقه عليه، ان العقوبه تغليظ العقوبه بيتراوح من 3 لـ7 سنوات ده للطبيب. نعم. لكن المشكله مش في كده بقى، ان المشكله ان في بعض من اللي بيطلق عليهم اللي هم المدينين اللي هم غير خاضعين لوزاره الصحه، ان هم بيقوموا بعمليه يعني الختان دي برضه. حضرتك تقصد الدايه يعني؟ زي الدايه وزي يعني اللي هو الحلاق برضه. في بعض القرى في الصعيد بتقوم بتستعين بالشخص ده بيقوم بعمليه الختان، هو غير خاضع لوزاره الصحه. والله يا استاذ محمد، انا بتمنى ان الموضوع ده يتم القضاء عليه تماما، لان الناس لازم يكون عندها وعي، ونكتر اكتر من الحملات التوعيه، ان احنا ننزل في المناطق اللي الناس ما عندهاش اي وعي هناك ونفهمهم مدى الخطوره. وبشكر حضرتك طبعا على التقرير المحترم اللي حضرتك عملته. بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد مهران، الصحفي والمحرر من موقع مبتدا. بشكرك. على فكره الارقام مفجعه، يعني انت لو شفتي الارقام اللي احنا كنا يوم العالمي للختان الاناث او تشويه انوثه المراه، لو كنت شفتي الارقام، ارقام مفجعه. وزي ما انت قلتي في حالات ادت للوفاه بعد نزيف شديد جدا جدا. واتمنى ان شاء الله احنا السنه دي يعني نعتبر بنبتدي سنه جديده، اتمنى ما يكونش فيه تشويه لانوثه المراه او بتسمى تحت تسميه ختان الاناث، اتمنى ده. من الصعيد للاسكندريه، وفريق طبي بمستشفى شطبي الجامعي نجحوا في فصل التوأم ملتصق بمنطقة الصدر والبطن. الفريق الطبي كان برئاسة الدكتور صابر وهيب، أستاذ جراحة الأطفال بكلية الطب جامعة الأسكندرية. ودلوقتي الحمد لله التوأم بالعناية المركزة وفي حالة صحية جيدة جدا. الدكتور صابر وهيب قال إنه حالة الالتصاق دي كانت من التشوهات الخلقية النادرة جدا، لكن الفريق المصري وبكرر المصري قدر انه يتعامل معاها بكل احتراف ونجح في مهمته ان هو يفك او يخرجه من الحمد لله دلوقتي بصحه جيده. شوفي قد ايه احنا طول الوقت لما بننظر للدكاتره الموجودين بره او المستشفيات او العلاج بره، بنبص على ان هو حاجه مش موجوده عندنا. احنا عندنا دكاتره مهمين جدا، وعلى فكره هم بيستعينوا بدكاترتنا وبيستعينوا بالايدي العامله بتاعتنا بره، علشان احنا فعلا ماهرين جدا في كل حاجه. فاتمنى نثق في اطبائنا اكتر من كده، والحمد لله ده شيء جميل جدا. خبر حلو. التوأم الحمد لله في حاله صحيه جيده، الحمد لله جيده جدا، فيعني الحمد لله. طيب نروح لحاجه ثانيه، وحاجه انا بالنسبه لي شايفاها حاجه حلوة جدا ومهمة جدا ان احنا نعملها كمان مع ولادنا. هنشوف دلوقتي تقرير عن جولة عملها عالم الآثار المصري الشهير طبعا الدكتور زاهي حواس مع مجموعة من الأطفال، ده كان قدام هرم الملك خوفو. في الجولة دي شرح الدكتور الحقيقة زاهي حواس للأطفال تاريخ الأهرامات
تهتم انها تاخد ولادها وتعرفهم حضارتهم وتوريهم صوت وصوره كده الحياه المصريه القديمه كانت عامله ازاي. اتمنى ان المدارس كمان تهتم بالموضوع ده، لانه الاسره حتى لما هتاخدهم مش هيبقى عندهم الباك جراوند او تعرف ازاي تسرد لهم الحكايات والقصص كلها. كمان دكتور زي حواس بجد على التور او الرحله الجميله دي. نفسي فعلا زي ما انت قلتي المدارس يعني يستعينوا بدكتور زي حواس، لان هو قيمه وقامه كبيره جدا الحقيقه ان احنا نستفيد. احنا عندنا راجل يا جماعه، احنا عندنا يعني دكتور زي حواس اصلا ده اثر من الاثار المصريه. مزبوط. اللي بجد ان احنا لازم نستفيد بيه. اتمنى 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 دعوه بقى من وزاره التربيه والتعليم ان هم بجد يبقى في اقتراح او مقترحات على المدارس الخاصه والتجريبيه والحكومه كله. ان هم ياخدوا الاولاد ويبقى في رحله مدرسه. يعني المساله مش مساله كتابه وكتب وبس، لما الحاجه نشوفها قدامنا غير لما نقعد نقراها في الكتب، يعني كتب التاريخ والحاجات دي كلها. اه طبعا هي مهمه جدا، بس لما نشوف الحاجه قصادنا دي بتعلم اكتر وبتلتصق اكتر في دماغ الاطفال بكتير جدا من القرايه والتسميع. طبعا المصريين ملوك الفرفشه، وفي اي مكان يقدروا يحولوا مود الشغل 180 درجه زي اللي هنشوفه دلوقتي في الفيديو اللي معانا دلوقتي. مجموعه من النقاشين كانوا شغالين في شقه، وقت الراحه بتاعتهم حبوا ان هم يعني يستمتعوا شويه. تعالوا نشوف عملوا ايه ونرجع مره تانية. مش انا بعمل لك جو مبهج كده يعني؟ انا كنت عايزه اقول كده. طب والله يا جماعه بقعد اغني اغنيه بس مش اي وقت، قولي لو سمحتي. ها بغني اغنيه بحبها جدا جدا، اغاني هم كانوا عاملين برضو اسمها ايه يا جماعه، اسمهم ايه ليها اسم المزيكا دي؟ مزمار عبد السلام. ايوه مزمار عبد السلام. انا برضو بحب الاغاني الشعبي والحاجات دي. تنكري ان انا بعمل لك؟ انا عايزه اقول لا مش قادره. لا يا جماعه تعالوا نروح قبل ما نختم اخبارنا، قبل ما صارت يعني تقول الحاجات اللي هتقولها اللي انا مش عايزاها تقولها خالص. محمود بيقول لي قولي. لا 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 لا، هي اغنيه على فكره عاديه للفنان حسن الرداد اللي كان بيغنيها في الفيلم بتاع خلاص عرفت هو محمود الليثي. انا مش فاكره طبعا اسمها ايه. اقول بقى؟ قول. لا لا مش هقول. شفتي شفتي انا خفت يعني. انا عندي جرأه. انا واحده بقى. طب بقول انت بقى. لا انا مش، انا هقولها لكم بعدين يعني. طيب تعالوا قبل ما نختم ابوانا هنروح بقى لاسوان. يعني النهارده لفتناكم يعني الحقيقه من الهرم لاسكندريه، يعني لفينا والصعيد. النهارده دلوقتي هنروح لاسوان نتفرج على احتفاليه جماهيريه بحضور اكثر من 2000 مواطن وسائح بمسرح فوزي فوزي الصيفي، وشارك فيها الحقيقه 15 فرقه فنون شعبيه من مصر ودول عربيه وكمان وافريقيه، وده كان يمكن افتتاح مهرجان اسوان الدولي السادس للثقافه والفنون. شوف التقرير بعد التقرير، هنطلع لفاصل، بعد الفاصل هيكون في ضيافتي ثلاثه من نماذج السيدات المحترمات اللي قدرت ان هي توافق او توفق يعني ما بين شغلها وما بين نجاح كبير جدا في بيتها. استنينا. بحضور جماهيري كبير وصل لأكثر من 2000 مواطن وسائح بمسرح فوزي فوزي الصيفي بمدينة أسوان، افتتح اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان مهرجان أسوان الدولي السادس للثقافة والفنون، والذي يشارك فيه 15 فرقة فنون شعبية منها 7 فرق عربية وإفريقية وأجنبية، علاوة على 8 فرق مصرية. كلام عن المهرجان بتاع السنة دي هنا طبعا الحقيقة يعني كل شيء فيه جديد، من أول الفرق والدول المشاركة، الأنشطة اللي بتتم فيه، الديفيليه النهاردة معمول الصبح في نهر النيل، وديفيليه بعديه في السوق السياحي بشكل جديد لم يحدث من قبل. جديد برضو ان الفرقه ديت ال 15 فرقه دول هيجوبوا جميع انحاء محافظه اسوان حتى القرى والنجوع. ده جديد خالص.
ما كانش بيحصل قبل كده، وده نتيجة الفكر الجديد والأسلوب الجديد اللي بتدار بيه هيئة قصور الثقافة بواسطة طبعا ابن أسوان البر الدكتور أحمد عواض. حاجة هايلة فعلا، حاجة محترمة، وده على كل مستوى، كل المحافظات على فكرة مش أسوان بس، وأنا عارف متابع الموضوع كله. يعني كل الفرق بتبقى موجودة في الديفيليه أو الكرنفال اللي بنعمله في نهر النيل، كانت موجودة كل الفرق المصرية والفرق الأجنبية المشاركة، وكانت زي ما اتفرجنا هو إعلان لينا أو إعلان عن افتتاح المهرجان النهاردة، وبتعمل حالة بهجة لكل محافظة أسوان زي ما بتشوف الناس كلها بتشارك. خلال الاحتفالية قام محافظ أسوان بتكريم ممثلي الفرق العربية والأجنبية المشاركة في المهرجان، من جانبهم أكدوا أن هذا المهرجان فرصة جيدة لطلاق الحضارات. والله إحنا كل سنة بيتم عندنا مهرجان تعامد الشمس ومرتين، مرة في شهر 10 ومرة في شهر 2، وبنحاول نستعد أحسن استعداد ليه على أساس إن إحنا برضو يكون في تنشيط للسياحة من خلال مهرجان تعامد الشمس. عقب التكريم بدأت العروض الفنية والتي شاركت في تقديمها الفرق المصرية والعربية والأجنبية، لتقدم كل فرقة جزءا من تراث دولتها. نحن نعرض تراثنا وثقافتنا الشعبية، لذا نحن سعداء لتواجدنا هنا. نحن نشعر بالسعادة لتواجدنا هنا لتأدية تراثنا التايلاندي في حفل الافتتاح هذا. نحن سعداء لتواجدنا هنا، خاصة إنها المرة الأولى لتواجد الهند في المهرجان. يأتي هذا المهرجان ضمن ثمار ونتائج إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن أسوان عاصمة الاقتصاد والثقافة الإفريقية، والتي أصبحت خلال الفترة الحالية قبلة لتنظيم المهرجانات والمؤتمرات الدولية بعد تنفيذ توجيهات الرئيس. حضراتكم مرة تانية أول فقراتنا الحوارية في عسل أبيض، ونهاردة الحقيقة هيكون معانا ثلاث نماذج من السيدات المحترمات اللي فعلا احنا بنفتخر بيهم. كل واحدة فيهم عندها قصة كفاح ونجاح، وهنعرف منهم ازاي ان هم قدروا يعملوا أسرة الحقيقة مترابطة، وفي نفس الوقت قدروا ان هم يوصلوا لحلمهم، وكمان مش بس كده، لا هم كمان ناجحين جدا في مجال شغلهم. علشان تكون كل واحده كمان فيهم نموذج للست المصريه المحترمه اللي قدرت انها توفق وتنجح في شغلها وبيتها مع بعض، خلوني ارحب بضيوفي النهارده ونعرف قصه كل حد فيهم ايه. معانا استاذه حنان هزاع مدير تحرير مجله حواء، اهلا بحضرتك. اهلا بيكي. كمان معانا استاذه حنان المعزاوي سيدات اعمال، اهلا بحضرتك. اهلا بيكي. كمان معانا استاذه نشوى فؤاد مدربه تنميه مهارات سلوكيه، اهلا بحضرتك يا استاذه نشوى. في الاول كده طبعا يعني انا عايزه اقول لكم يا جماعه، احنا قبل الفاصل قعدت سالتهم كل واحده فيكم متجوزه بقى لها قد ايه. طبعا ال 25 وال 15 15 و 12 15 يعني ارقام ما شاء الله، الله اكبر يعني الله اكبر. فنبتدي من استاذه حنان واعرف منك متجوزه بقى لك قد ايه، وازاي عامله المعادله الصعبه دي. من سنه 95 وكم سنه عدوها بقى؟ 95 كتير قوي. ده كتير جدا ما شاء الله. يعني هو فعلا كتير. كتير بس شيء لذيذ. طب قصه حضرتك ايه؟ يعني حضرتك كنت اتجوزتي وانت بتشتغلي، ولا اشتغلتي بعد ما اتجوزتي؟ لا كنت بشتغل، انا بشتغل من سنه 91. كان شرطي الاساسي ان انا استمر في شغلي لان انا بحب شغلي. وبعدين شغل الصحافه شغل يعني يسرقك ويخطفك وما تقدريش تسيبيه. متعب كمان؟ لا والله، هو اللي بيحبه بقى مش متعب. يعني هو يعني لما تشتغلي حاجه بتحبيها انت مش هتلاقيها متعبه خالص. انا خريجه اعلام، جيت احكي لكم كده حاجه، بما ان احنا قعدت ستات بقى وان كل واحده بتحكي عن حكايتها. جيت اشتغلت صحافه في البدايه، بس الحقيقه ما قدرتش، متعبه جدا جدا جدا، وتنزلي وتروحي وتيجي، وكمان انا كنتش متجوزه يعني كنت بطولي. فلما تتجوزي كمان دي بتهيألي كانت بتبقى صعبه، ان انت برضو بتنزلي وتعملي تحقيقات عشان تقدري كمان انت تثبتي نفسك في البدايه. لو الزوج سبورت؟ لا. هو الزوج في نفس المجال ولا مجال بعيد؟ لا في السياحه. ده مجال بعيد. بعيد تماما، بس على فكره هو اللي كان بيزقني ان انا استمر وانا اشتغل، وان انا لازم يبقى لي كارير، ولازم انا مش موجود طول الوقت، فلازم انت تبقي عندك يعني غير انك تبقي مشغوله، لا يبقى عندك كارير خاص بيكي. دي قله قليله علشان دماغك تبقى مختلفه. يعني هو كان يقول لك لا انا بشتغل مع ناس
في ثقافة معينة، فما ينفعش تيجي تكلميني عن الخدمة والبواب ومش عارفة والجيران، لا أنا عايز حد دماغ. فدي حتة كتير من الستات، هو كان سبورت حضرتك يعني كتير من الستات بتغفلها انك شغلك ده مش مجرد انكم مادي، لا ده انكم ثقافي ومجتمعي وحاجات كتير قوي. طيب اروح لحنان برضو، احنا معانا اثنين النهارده حنان يا جماعه، فنروح لحنان. قصتك ايه بقى يعني، اشتغلتي برضو نفس السؤال، اشتغلتي قبل الجواز ولا بعد الجواز لما خلاص بقى ولا ايه؟ انا الموضوع معايا مختلف. انا اتجوزت وانا بدرس وانا في الجامعه. ايه ده؟ بعد سنه ثالثه كنت متجوزه، فما لحقتش بقى، ما اخدتش اصلا فرصه ان انا ممكن اشتغل قبل ما اتجوز دي خالص، ما شفتهاش. طب خليني اسالك سؤال، هو بعيدا يمكن عن موضوعنا بس اعرف برضو المشاهدين، شايفه ان جواز البنت في سن صغير ده كويس؟ هو ما فيش حاجه حد يقدر يقول كويس ووحش، كل حاجه ليها مميزاتها وعيوبها، فاستحاله تقدري تقولي على حاجه صح 100% وحاجه تانية غلط. قصدك موضوع نسبي يعني، بيختلف من شخص للتاني. بالظبط، وكيس وكيس، وممكن حد يقول على ده صح وتحصل حاجه مختلفه تخليها غلط. جوزك كان سبورت ليكي في جداً. مجال شغلك انت جداً. عندك محلات وعندك حاجات كتير مزبوط. يعني ما شاء الله الله اكبر، كان سبورت ليكي ولا كان هو من غيره ما كانش الموضوع هيتم؟ يعني من غير السبورت بتاعه فعلا دي حقيقه، ان هو من غير السبورت بتاعه فعلا لو ما كانش الراجل هو اللي بيبوش في الاول يبقى رقم واحد، الموضوع عمره ما هيمشي. لو هو كان ماشي في عكس وضد في كل حاجه بتخص الشغل لازم الموضوع هيجي في وقت ويقف. الست مننا بتيجي في وقت ساعات كده بايه، تبقى تعبانه من الشغل، انا تعبت مش قادره خلاص، في رجاله تستغل الفرصه دي اللي هو ايه خلاص بقى اقعدي في البيت وبتاع ومش عارفه ايه، ما حصلتلكوش انتوا الموضوع ده؟ دي بتحصل في وقت بتحصل لو بتشتغلي موظفه في مكان، لكن لما بتبقي بيزنس اونر وبفلوسك وعارف ان الخساره هتبقى كبيره لو ده حصل ساعتها في كلام تاني. لا والله هي الخساره مش ماديه فقط، هي الخساره نفسيه معنويه لان دي لو قعدت له في البيت الحاله النفسيه هتبقى هكتك عليه، هتبقى بالظبط هتجهده عصبيا. طيب خليني اروح للاستاذه نشوى، وقصتك نفس القصص برضو ولا قصه مختلفه ان انت اشتغلتي وبعدين اتجوزتي ولا ايه؟ لا بصي انا كنت بشتغل بس ما كانتش فتره طويله قوي، لان انا اشتغلت كام شهر وبعد كده اتجوزت على طول. بس انا لا، وبعدين يعني انا عارفه ان انت كان عندك مجله وعندك حاجات كتير، يعني برضو مش اي حد او اي راجل ان هو يقدر يستحمل ان انت معظم البيت معظم الوقت تبقي بره، وانت كمان مدربه تنميه بشريه، فدي معادله صعبه برضو. بصي هو الجمال ورزق ربنا طبعا ان انت تلاقي راجل مؤمن بشخصيتك، مؤمن بموهبتك، مؤمن ان انت ما ينفعش تبقي زي اي ست، ما ينفعش تقعدي في البيت. فالحمد لله رب العالمين. مبدئيا كده خليني اقول لكم حاجه ان انتوا هتتحسدوا بس عشان ايه؟ عشان انتوا بتتكلموا على نماذج رجاله موجوده في موجود منها، بس يعني زي ما قلت لك هو رزق. قولي كل حياه فيها حلو ووحش اكيد، بس الذكاء انك تشوفي الحلو وتنسي الوحش، يعني حاجه تجب حاجه. لا هو مش تنسيه، ما ينفعش تنسي الوحش، تتغاضي عنه، هو يعني او تعديه لان في حلو مستني. بالظبط هي دي الفكره يعني، وهي دي كانت علاقتي بجوزي. طيب حنان انت غبتي عن الشغل شويه شويه كتير ورجعتي تاني، غبتي ليه وازاي قدرتي ان انت ترجعي تاني؟ خلي بالك واحده لما بتقعد في البيت مبدئيا هم حاجتين، لما بتاخدي على الشغل صعب بتقعدي في البيت، ولما خلاص تقعدي وتقعدي كتير تبقي اللي هو هصحى واروح الشغل وبتاع، فازاي عملتي الموضوع ده برضه؟ غبت ليه؟ علشان كان في ثلاث اطفال في النص، في الفتره اللي غبت فيها دي كان في ثلاث اطفال جم ورا بعض. دي كان سبب الغياب، وانا ضد فكره ان انا اسيبهم مع حد او اسيبهم في نيرسري او كده. لما بداوا يكبروا ساعتها بقى مامتي اللي شايله، ربنا يخليها لي ويبارك فيها رب. بقى هي دايما الامهات اللي بتشيل الحقيقه يا جماعه. لازم زي دي. لازم يكون في حد يشيل. لما قعدتي جوزك ما قالكيش لا ما تقعديش انزلي او العكس؟ انا ما قعدتش من الشغل. انا لا يعني لما عشان الولاد ما قالكيش مثلا هنجيب سيرفنت مثلا وحد يساعدك في البيت وكده؟ هو كده كده يعني الحمد لله فيه، بس برضو طالما في الام الحمد لله بتقدر تشيل فخلاص بيكون احسن يعني. طيب اروح لاستاذه حنان والصحافه، مجال الصحافه زي ما قلت لك في البدايه هو مجال برضو متعب جدا. اسرتك بقى يعني حضرتك بتقولي عندك اولاد ما شاء الله ربنا يخليهم لك، بتقدري برضو يعني استاذه حنان خدت مثلا اجازه شويه لما خلفت ثلاث اولاد ونزلت الشغل تاني لما ابتدوا ايه يعني يكبروا، مجالنا احنا مجال الصحافه او الميديا عموما اللي بيغيب شويه للاسف بيتنسي، لكن انت ما شاء الله الله اكبر عليكي مركز مرموق ومعروفه في المجال بتاع حضرتك. يمكن انا كان حظي حلو. انا كانت يعني انا دايما اقول انا تربيت اقبال بركه.
فبقى البركه الست دي وقفت معايا جدا. انا يعني انا لما خلفت بنتي الاولانيه ما كنتش لسه متعينه، فما كانش عندي حضور وغياب وتواجد. بس كنت بعمل شغل واروح اوديه، يعني اروح اديه المجله. كم شغل اظهر شهر يعني في يوم في شهرين مثلا ما اروحش المجله، بس شغلي موجود. يعني انت ممكن تعملي كمان شغلك من البيت. احنا دي هي حديثا بنعمله باي ميل ونبعته. يعني كان زمان لازم نكتب بالورق والقلم، ده في مكتبي. ده مكتبك صح؟ ده في حوا اللابتوب والمكتب. وهتلاقي دلوقتي بنعمل العدد الستيني بتاع حوا. ادي ده اشتغلت مذيع على فكره شويه في الراديو. والله طب ما كملتيش ليه؟ ولا ما عرفتيش توفقي؟ لا مش معرفتش اوفق. يعني هي كانت مرحله عايزه مرحله بعدها. يعني في حاجات مراحل في الحياه، يعني بتشتغلي حاجه وصلتي للي انت عايزه منها، لا انت عايزه حاجه اكتر. يعني هو خلي بالك هو مجالنا ده كده، مجال يعني الاعلام. كل ما توصلي للحاجه اللي انا عايزه الستيب الاعلى بالظبط. يمكن انا كان حظي حلو ان انا مامتي موجوده وهي اللي كانت شايله ولادي حقيقي، هي اللي ربت. وكان طبعا ابوهم مسافر على طول، فانا مش متواجده في بيتي، لان متواجده عند ماما 24 ساعه. فانا مش قلقانه وانا في على فكره لما حتى تعينت وبقيت مضطره ابقى في المكتب، انا مش قلقانه. ففي يعني كوبي بيست في البيت بتربي. يعني انا دايما بقول لا انا ولادي تربيه امي. بعد كده ابتدوا يكبروا، ابتدت الدنيا تاخدنا شويه، بس يعني الدنيا ماشيه لذيذه يعني. طيب خليني اروح لاستاذه نشوى. وساعات مش هقول دايما، الست بتحس ان هو ايه، انا شغلي واخدني برضو من بيتي، يعني بنزل وبروح وباجي ومش عارفه ايه. ما حسيتيش مره ان انت شغلك فعلا واخدك من بيتك، اللي هو انا مقصره في بيتي، او العكس ان انت بيتك واخدك من شغلك فانت مقصره في شغلك، فلا ارجع لشغلي شويه؟ ما بصي هنا بقى ذكاء الست في التايم مانجمنت، ان انت ازاي تعرفي توفقي ما بين دي صورتك طبعا مع جوزك وده ابنك. ده ابني. ربنا يخليهم لك يا رب. ربنا يخليك. فهي دي الفكره، انا كمان شغلي اغلبه مع الاطفال. يعني انا شغلي خادم ولادي، يعني انا عندي بناتي كبيره بتشتغل معايا فعلا في شغل. يعني هي 13 سنه وبتشتغل بقى لها سنتين. 13 سنه بتشتغل، دي هايله. بقى لها سنتين وحد شاطر، هي الكبيره دي اللي على اليمين. فلا فهي دي الفكره، انا اخترت مجال شغل. يمكن انا خريجه فنون جميله، بس انا يعني بصي شغلي كله ليه علاقه بالاطفال. لا ثانيه واحده، عايزه اقف عند الصوره دي. دي ايه؟ دي عيد ميلاد ابني. فده ثيم احنا كنا عاملينه انسايد اوت، فكنا كلنا لا بصي احنا عيله مجانين شويه. بصي هو ده الجمال، ان انت حتى لو في وقت مناسب تعرفي ازاي تستغليه انت وعيلتك مع بعض. وفي نفس الوقت زي ما قلت لك انا شغلي خادم ولادي قبل ما يخدم اي حد تاني. طب دي حاجه حلوه جدا على فكره. انا والله مبسوطه بيكم. يعني انا واحده، هو انا يعني انا وابني، بس بجد بحس ان انا بيجي عليا وقت اللي هو انا يا جماعه حياتي كلها بطبخ يا اما في الشغل، فين حياتي انا؟ استمتعي حتى بوقت الطبخ. استمتع بوقت الطبيخ، بس يعني ما بلحقش حتى وقت الطبيخ، اللي هو ببقى بسرعه بطبخ علشان انزل الحق اجي هنا البرنامج. بصي هقول لك على حاجه، ابسط الامور في حياتنا، انا دايما اقول لكل الستات، لان احنا بنعمل كورسات ارشاد اسري. لو انت ما عرفتيش تتبسطي وتسعدي نفسك، استحاله تسعدي اللي حواليك. طب انا نفسي اخد منكم روشته كده، انا واحده من الناس عايزه برضو استفيد بيها. يعني اكيد في ستات كتير بيتفرجوا علينا دلوقتي مش عارفين غصبا عنهم. رتم الحياه بقى سريع جدا، الست الصبح بتصحى بدري تنزل ولادها المدرسه، تطبخ بسرعه علشان تنزل تروح تلحق تروح شغلها، ترجع تودي تمارينها تودي دروس. ازاي اسمع بقى من كل واحده فيكم، ازاي تقدر الست تبقى مهتمه ببيتها واولادها وجوزها، حتى لو هي مش مرتبطه، يعني مثلا هي منفصله او جوزها متوفي، ازاي تقدر تعمل المعادله الصعبه دي؟ ابدا بحضرتك يا استاذه حنان. ترتب وقتها. ترتب وقتها، هتعمل واحد اثنين ثلاثه، ما تزنقش نفسها ان انا عليا كذا كذا لازم اعمله، لا حاجه ما اتعملتش انا في بكره. يعني لازم. وبعدين اهم حاجه لازم في وقت لنفسك. ايوه تقري، تسمعي ميوزك، تعملي ميك اب، تعملي سكين كير، تعملي وات ايفر اللي انت عايزاه، حاجه انت حباها. بتاخدي وقت لنفسك قد ايه في اليوم؟ ان شاء الله حتى نص ساعه، ربع ساعه. انت هتعملي يعني اعاده تجديد لنفسك، هتتنفسي. ده حقيقي. تمام؟ نص ساعه لولادك، اتكلموا وهرجوا واسمعيهم. اسمعيهم هتلاقي في لينك، ما تقطعيش اللينك بينك وبين ولادك، لان انت في الاخر البدايه من عندك والنهايه عندك. ده حقيقي. لازم ده هتلاقي نفسك مبسوطه باللي بتعمليه، فبالتالي لا هتلاقي على فكره انت لو رتبتي الوقت هتلاقي وقت كتير جدا.
طيب اروح لك يا استاذه حنين برضو سيده اعمال، وعندك اكيد بتبقي يعني لما الواحده بتبقى مرتبطه بشغل بتبقى عارفه مثلا ايه، انا مثلا برنامجي بنزل كذا وبكون في البيت كذا، فببقى عارفه وقتي المحدد قد ايه. وقتك انت مش ملكك يعني، ممكن تبقي في البيت يكلموكي في مشكله ولا بتاع تروحي نازله. جوزك بيساعدك جدا بجد؟ طبعا يعني ممكن لو مزنوقه بولادك في تمارين او عندهم دروس او بيوديهم؟ اه كلام طبعا على طول على طول الحمد لله، ما فيهاش تفكير، طالما في زنقه شغل، طالما في حاجه محتاجه ان انا انزل في ساعتها خلاص لازم هيشيل هو هيشيل. اه طبعا الحمد لله. نشوة، عمركم اتخانقتوا على بسبب الولاد او كده، واللي هو بقول لك ايه انا خلاص انا تعبت وانت تقولي انا تعبت انا كمان انا مش فاضيه انا مش اللي هي الخناقات الاسريه اللي بنشوفها الحقيقه في كل البيوت المصريه؟ بصي دي سنه الحياه، ولو حد قال لك ان انا حياتي كامله ما فيهاش مشاكل يبقى كذاب. لا مشاكل بسبب الشغل لازم لان احنا بشر، لازم بيجي وقت انا ببقى متضايقه من ضغط الشغل، هو متضايق ان انا محمله عليه شويه، او الولاد في مشاكل في المدرسه في نوادي في حياتهم عامه، دي سنه الحياه. بس هنا بقى اتعامل معاها اعديها ازاي، هي دي النقطه. ازاي بقى؟ قولي لنا انت يعني اما بتحصل مشكله بنلاقي ساعات ستات واقفه الند بالنت، وستات بتروح هي واخده جنب فصحابها بقى يبتدوا يسخنوها، انت ازاي كده مش عارفه ايه. فقولي لنا زي ما قلت كده في البدايه انا عايزه روشتة للناس. بس انت قلتي حاجتين اخطر من بعض. الند بالند لا الند بالند انا هخليها رقم اثنين. أوكي. انك تدخلي حد ثالث ما بينكم، لان الطرف الثالث يا هيكون معاكي يا هيكون معاه، فهي دي الفكره، انتوا الاثنين هتتصافوا وتتصالحوا وهيفضل الطرف الثالث ده هو سبب المشكله. فرجاء لكل ست عندك مشكله بينك وبين جوزك، وده طبيعي جدا ان يحصل ما بين كل الازواج، ما تدخليش اي حد فيها نهائي، ولا الاهل ولا اي حد. لان ما هو اهلك هيجوا في صفك واهله هيجوا في صفه، ده طبيعي ده عادي جدا. فلا تدخلي هنا ولا تدخلي هنا، حياتكم انتوا الاثنين، بيت يعني بيت سقف مقفول وباب مقفول علينا احنا الاثنين بس. الله فعيشي مشاكلك، لان كلنا مرينا بمشاكل على فكره، ممكن لو حد تاني بص لها تهد بيوت. بس لازم تعديها لان دي حياتك بحلوها وبوحشها. طيب خليني اكمل معاكي برضو واسالك، انت دخلتي او بتعملي مشروع تاني، فخلينا نعرف الناس ايه المشروع التاني اللي بتعمليه؟ اللي هو ميني بزنس وومن. ده بروجكت انا مدرب مع منظمه العمل الدوليه في احدى المشروعات يعني. فانا فكرت ان ليه ابدا مشروعي بعد ما اتخرج وبعد ما اشتغل وافشل في شغلي، ابدا افكر في المشروع. فلا انا عامله بروجكت كده لذيذ للبنات من سن 12 سنه، انها تبدا حلمها وتبدا كيانها وشخصيتها تتكون من وهي 12 سنه. 12 سنة وفي اقبال على المشروع؟ الحمد لله احنا بنديه في كذا مدرسة، ولا الموضوع لاقي اقبال مع البنات كمان غير متوقع يعني انا كنت فاكرة ان بنات هتستغرب كلمة بيزنس يعني. ان انا ابقى انا حتى جات لي تعليقات في بداية الكورس ان احنا لسه صغيرين قوي، بس لما اشتغلنا. هو انت الكورسات دي بتعمليها في المدارس ولا في مكان برايفت بره وناس؟ بعملها في المدارس، لان في المدارس القاعدة اكبر. فالعدد عندك اكبر والمنافسة هنا مطلوبة جدا ما بين البنات. طب خليني برضو اسالك، هو المشروع ده بيبقى مدفوع الاجر؟ يعني لو انا ابني او بنتي في مدرسه من المدارس بتوعك اللي هم اللي هو مش بتوعك اللي هم بتدي فيهم الكورسات، بدفع ده كورس يعني ولا دي حاجه اجباري تبع المدرسه؟ لا دي اكتيفيتي جوه المدرسه. دلوقتي كل مدرسه لازم تقدم مجموعه من الانشطه مختلفه عن الحاجات التقليديه اللي هي الرسم والتلوين والموسيقى والحاجات المعتاد ان احنا بناخدها كانشطه جوه المدرسه. طب احنا عايزين بقى نركز في الصحافه على الموضوع ده. هو لسه كنت بقول لها الجيل ده مختلف لان دراساته مختلفه، فهم دراستهم بتتيح لهم انهم يفكروا، ما همش عندهمش قوالب مخنوقين فيها، لا هم عندهم دراستهم بيخلوهم يعملوا بروجكت، يعملوا دراسات، يعملوا حاجات كتيره جدا، فبتديهم معلومات خاصه. يعني انا لسه بقول لها انا بنتي بتفكر انها تعمل شركه سياحه اونلاين. دي بنتك معلش قد ايه؟ ثالثه جامعه. ما شاء الله، ثالثه جامعه اكبر. وباباها بيشتغل مرشد سياحي، هي عايزه تقول لبابي انا هبتدي اعمل نجيب الناس اونلاين، يعني مالناش دعوه بشركات السياحه اللي موجوده، احنا نحاول نعمل ترويج سياحي انا بيني وبين الناس، انت بلغتك الالماني ولا بلغتي الانجليش؟ دي هايله. فدي يعني هي هو جيل كاسر للروتين. الجيل بتاعنا
غير غير جيل ولادنا خالص. واحنا جيلنا كان مختلف عن جيل اهالينا. صحيح. ما هي انت كل ما الجيل هي دي الفكره، انك تعرفي متطلبات الجيل الحالي. ما ينفعش اقول انا اتربيت كذا فهربي ولادي كذا، وتفكير هم بيفكروا بطريقه ثانيه خالص، دراستهم مختلفه كمان. ده حقيقي. طيب خليني اسالك يا حنان، مجال شغلك يمكن مجال حر مش مرتبطه زي ما قلت بميعاد والكلام ده. انا واحده من الناس، انا بعترف على الهواء، انا ما اعرفش اشتغل الشغل، انا لازم اكون موظفه اجي بميعاد وامشي بميعاد. يعني مش كل الناس عندها الحته بتاعه هي تبقى عندها شغل حر وكمان تبقى ناجحه فيه. ولادك، انت عندك ثلاث بنات؟ ثلاث بنات. لو جم بعد ان شاء الله ما يكبروا كده، ربنا يخليهم لك، وقالوا لك مامي احنا هنشتغل زيك، مش بعد ما يكبروا، انا في واحده منهم هتتجنن وتنزل. دي قد ايه بقى سنه؟ 10 سنين 11 سنه. بس صغننه برضه. هتتجنن وتنزل. وبتسيبيها تنزل ولا لا؟ طبعا ما ينفعش، لان هي بتقابل يعني كاستمرز دايركت وكده، فما ينفعش. ما ينفعش التعامل. لكن انا قصدي ان مجال شغلك انت هتبقي موافقه ان هي تشتغل شغل حر ولا لا؟ جدا رجعها اكتر على ده، هيخلي ليها شخصيه تانية خالص، هيخلي ليها شخصيه تانية غير اي حد حواليها. بتبني نفسها، بتبني شخصيتها بنفسها، ده حقيقي. بايديها. باللي بتتعامل معاه، بالفكر، بالحاجات اللي عايزه تجيبها وعايزه تعملها. طيب خليني اروح لاستاذه حنان واسالك، انت بنت حضرتك ما شاء الله يعني ثالثه جامعه كبيره وفاهمه، بتشاركيها في مجال شغلك؟ تاخدي رايها في حاجات؟ لا، هي بزنس، دراستها ما لهاش علاقه بالصحافه خالص. خالص. يعني انا حتى كنت عايزاها تدخل اعلام، ما رفضت. يعني انا ممكن ادخل اعلام لو حابه، انما هي لا، تخصصت بزنس. ولا هي فكرهم مختلف تماما. يعني حتى هم مش هيتقولبوا على فكره في موظفه، لا. هي عايزه تحس انها حتى شغلها في كرياتيفيتي، مش هتقعد انا قاعد على مكتب بعمل مش عارفة ايه. لا، انا مش موظف. لانها اولا هم قارئين جيدين جدا، معلومات كتيره من كل حته. يعني هم اعتقد قارئين جيدين دي انا محتاجه اقف عندها، لان للاسف برضو جيل ولادنا ما بيقروش. انا اعتبر نفسي فعلا محظوظه بهذه البنت، لانها من وهي عندها 6 سنين احنا كنا بنبعت يجيب الكتب. يعني انزل للمكتبه اقول له هات لي الكتاب الفلاني، هي بتدخل على الانترنت وتحدد اسم الكتاب والكاتب وكذا وبعته هاتوه. 6 سنين؟ 6 سنين. طب وده يعني نتيجه ان انت اوريدي في مجال شغلك، ان انت صحفيه، ولا هي بتحب القرايه؟ لانه ابني لا، مش كده. يعني ابني حاول انه يقلدها، بس لا، هي يعني لسه كنا اول امبارح قاعدين في مكان فيه ماسكه كتاب قد كده، فخليتها بتقول لها على فكره الكتاب ده مجهد في مسكته. قالت له بس حلو، يعني هو انا متعب في مسكته بس حلو. فهي ماسكاه تقرا. ما بقاش عندنا ليه ثقافه القرايه؟ يعني دي ممكن من خلال التنميه البشريه احنا نرجعها تاني عندنا، ولا دي ملهاش علاقه؟ بصي، انا لاحظتها مع الاطفال، ان في اطفال سمعيه بتحب تسمع، فاتجهنا للحكي، ان ممكن حد بيحب يقرا الكتاب ويقعد يحكيه لنا. فهنا انت يعني الموضوع كان كافي مع اطفال كتير. يعني ازاي ادرب ولادي على القرايه او احببهم في القرايه ازاي؟ يعني مثلا زي ابن استاذه حنان، هو انا بشوفها موهبه. هي موهبة. ما تقدريش انا برضو الثلاثه عندي واحده منهم بس بتقرا، الاثنين التانيين لا، رغم حاولنا والكتب قدامهم موجوده في البيت بتاعتي الكبيره، بس ما حدش يقدر بيحبوا يسمعوا اكتر. لا، انا عندي انا عندي كبيره بدات يعني بدات دلوقتي، يعني عندي الوسطانيه 11 سنه بتحب القراءه جدا، تنزل مش معرض الكتاب وهم صغيرين. بتبان من وهي صغيره. يعني لا، يعني لو هو مش بيحبها انا حتى احببه فيها؟ لا بصي، هي سبحان الله، يعني انا عندي كبيره بدات تحب القراءه دلوقتي، بس في نوعيات معينه. يعني ايه بقى النوعيات؟ لا، هي بتحب تقرا لاحمد يونس جدا، القصص الرعب وال طب حلو. يعني انا بقول حلو ان احنا بدانا نمسك الكتاب طبعا، وبدانا ان احنا عندنا شغف اني اخلص الكتاب. انا عايزه اقول لك، انا كانت عندي ضيفتي هنا من كام يوم كاتبه عندها 15 سنه، كاتبه كتاب رائع وحاجه حلوه، كاتبه كمان عن العلاقات ما بين الرجل والمراه وعن الحب حتى. فبقول لها طب انت جبتي ده منين؟ يعني 14 سنه دي صغيره مش كبيره، يعني بتقرا، بتدخل على سوشيال ميديا. خليني بقى اسالكم برضو حاجه تانية خاصه بالسوشيال ميديا، استاذه حنان، بما انك صحفيه، بنستقي كل اخبارنا من السوشيال ميديا للاسف، ولا ده مش للاسف؟ هو طبعا يعني للاسف ما ينفعش. ما ينفعش الصحفي يستقي من السوشيال ميديا. يعني او حتى لو سمع حاجه او قرا حاجه على السوشيال ميديا لازم يبحث وراها، لان احنا كتير بتعملي شير وبتبقى تطلع الخبر غلط. وحتى في مذيعات بتعمل تنشر تقول خبر ويطلع غلط.
ودي طبعا لها مواقف كتير. لا السوشيال ميديا اوكي اقري بس فلتري، ليها ايجابيات وليها سلبيات طبعا. طيب احنا طبعا لسه مكملين حوارنا مع حضراتكم، هنطلع فاصل ونرجع لكم. خليكم معانا، هنطلع لفاصل ونرجع بقى نكمل حوارنا عن المراه العامله، لكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره تانية، وخليني ارحب بضيوفي مره تانية، استاذه حنان هزاع مدير تحرير مجله حواء، اهلا بيكي مره تانية. كمان استاذه حنان المعزاوي سيدات اعمال، اهلا بيكي استاذه حنان. كمان استاذه فؤاد، استاذه نشوى فؤاد مدربه تنميه مهارات سلوكيه، اهلا بيكي استاذه نشوى. يا جماعه انا عايزه اقول لكم بس على حاجه، خلاص بلا سكريبت بلا حاجه بقى نتكلم كده. ايه انا بقول لهم في الفاصل قعدنا نلغي وبتاع ونتكلم ومش عارفه ايه، فعشان اوريكم ان الست المصريه ست كده جدعه وبتفكر على طول في ولادها وفي ابنها. بقول لهم نسيت اكلم ابني في الفاصل اطمن اكل ولا شرب ولا عمل ايه، تنكروا ولا ما تنكروش عشان عملت كده؟ خليني اسالكم عن السبورت، مين اكتر حد بيكون سبورت او بيكون داعم ليكم في الحياه العمليه؟ نشوى بصي، هي بدايه بتبقى من تربيتك، مين كان معاكي في البيت داعم. فانا كان الحمد لله يعني برضو بعتبرها رزق، كان عندي ام مميزه جدا الله يرحمها، فهي كانت دايما تقولي انت مميزه، انت مختلفه، انت موهوبه. عارفه الداعم النفسي الكلمه بتفرق في التربيه طبعا. بعدها بابايا، لان انا لما جات لي فنون جميله التنسيق ما جاليش الزمالك فجاب لي اسكندريه، فهم قالوا لا احنا واثقين في بنتنا، فقعدت في اسكندريه 5 سنين عشان ادرس الحاجه اللي انا بحبها. يليها طبعا ربنا يخليهولي، هو تاج على راسي زوجي الحبيب، يعني اللي هو منع التليفون دلوقتي. ايه ده حقيقي؟ شفتي مظبطينها ازاي؟ بصي والله العظيم احنا لو مظبطينها كنت هتبقى عامله كده. هو اسمه ايه معلش؟ المهندس ضياء. باشمهندس ضياء اهلا بحضرتك. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعني نشوى بجد ربنا يخليها لك، مثال للمراه المصريه المحترمه الجدعه الناجحه في كل حاجه، تحطها جوه عينيك بقى كده وتقفل عليها يعني. مش محتاج توصيه بصراحه. اولا اشكركم على البرنامج الجميل ده، وبصراحه يعني انتم كمذيعين دمكم خفيف جدا، برنامج جميل. ومش هعرف طبعا اقول اي حاجه في حق نشوى اكتر من ان هي اساسا بنت حلال وتستاهل اللي هي بتعمله ده، انا ما عملتش اي حاجه، هي اللي تستاهل الكلام ده. بامانه يعني اعتبر ان هي مش موجوده ومحدش سمعنا ولا شايفنا ولا اي حاجه. مفيش مره كده ايه برضه الرجاله بيبقى ساعات عندها حته كده اللي هو ايه مش مهتمه ببيتك، كفايه شغل، عمرك ما عملت لها كده قبل كده اللي هو يعني كفايه شغل، لا اقعدي في البيت مش عارفه ايه ولا بامان؟ يعني انا 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 يعني طبيعه عملي بتخليني اللي انا ما ينفعش اقول لها كده، لان اللي شغال بايده ده وشغال بدماغه ده ما ينفعش المره واحده تقول له اقف وبطل شغل، انت كده بتموتيه. فهي اساسا فنانه ومبدعه وبتحب الشغل وبتتقي الله في شغلها، حتى في شغلها اختارت مجال الاطفال لان هي معتبرها الساره اكتر منها ناحيه ماديه او شغل مادي والكلام ده، وكتير جدا بتعمل شغل ببلاش خالص وما بتاخدش اي فلوس لمجرد ان هي تقول دي حاجه عشان ربنا يردها لي في اولادي وكده. فما ينفعش اجي في وسط الكلام ده واقول لها لا اوقفي، لا بطلي شغل، لا كذا لا كذا، حتى لو هي مقصره في اي حاجه لاي سبب من الاسباب. طب ما انا برضه ببقى ساعات في احيان كتير ببقى مقصر. ما انا بقى اسالك، هي يعني بتدعمك برضه في شغلك؟ يعني بتبقى سبورت ليك في شغلك ولا لا؟ طبعا طبعا طبعا. يعني ده يعني في احيان كتيره مثلا ببقى عندي مثلا حاجه ومحتاج، ده هي حتى في شغل تصميماتها والجرافيكس والكلام ده انا ساعات في شغلي بقول لها انا محتاج اعمل كذا مش عارف ايه، عايز اعمل لوج وعايز لا يعني الحمد لله اللهم لك الحمد. والله ربنا يخليكوا لبعض، وانا لسه بقول لها يعني بعد الحلقه دي هم الثلاثه الحقيقه ربنا يعني الله اكبر الله اكبر الله اكبر. نقرا الفلك نقرا الفلك. بشكرك باشمهندس ضياء ونورتنا بالمكالمه الجميله دي، بشكرك. كلمه اخيره بقى اخدها من حضراتكم للست المصريه، مش عايزه اقول كده، في ست مصريه زنانه اللي هي بتبقى ايه الراجل يقول لها انزلي على دماغي بقى يعني كفايه بقى، تقولي لها ايه؟ انت قويه فكوني قويه بشخصيتك مش بزنك وتبقي غلسه، لا كوني قويه. وبعدين انا عايزه اقول حاجه يا جماعه بجد، قوه المراه في ايه بقى؟ قوه المراه في ضعفها بجد. يعني مش ان انت تقعدي تزعقي وتتخانقي وتعملي هو دي انت تبقي قويه خالص، ان انت لو حتى جوزك اتخانق معاكي زعق لك بجد
خلاص تمام اسكتي وشوفي هو هيعمل ايه، بس لو ما عملش حاجه بقى نعمل ايه؟ زعقي زي ما اللي انت عايزاه. لا بتعمل بذكاء. يعني ربنا ادى للست ذكاء غير طبيعي على فكره، ادها حاسه سادسه وادها ذكاء وادها قوه شخصيه، بس يعني قوه شخصيه تعرف تتعامل معاها. يعني استعملي ذكائك هتكسبي كل المعارك اللي في الحياه يعني. طيب دي كانت نصيحه استاذه حنان. استاذه حنان بقى نصيحتك ايه للست المصريه؟ اشغلي نفسك، مش لازم شغل، ممكن تعمل الحاجه اللي هي بتحبها. بس تشغل نفسها. تشغل نفسها. نشوى هقول لها حبي نفسك لان انت جميله وتستاهلي كل حاجه حلوه لان ربنا ميزها، فاكتشفي نفسك، حبي جوزك وحبي ولادك وحبي الدنيا وحبي جيرانك. وجوزها يحبها، هي تحب جوزها. بصي خليكي المبادره، بصي خليكي المبادره، بصي استحاله يعني استحاله تعملي حاجه حلوه وربنا يقابلها لك بوحش. لو قابلها لك بحاجه انت مش حباها تاكدي ان ده الخير ليكي. اكيد. بشكركم ونورتوني وشرفتوني، كنت مبسوطه قوي باللقاء بجد النهارده، ويا رب تكونوا انتوا كمان كنتوا مبسوطين طبعا معنا. جدا ميرسي. استاذه حنان هزاع مدير تحرير مجله حواء نورتينا وشرفتينا. استاذه حنان المعزاوي سيده اعمال نورتينا وشرفتينا. كمان استاذه نشوى فؤاد مدربه تنميه مهارات سلوكيه نورتينا وشرفتينا. ميرسي نورك. طيب احنا لسه مكملين مع حضراتكم فقراتنا في عسل ابيض، هنطلع لفاصل، بعد الفاصل بقى مبادره صحيح الرساله واللي يتعلم او بيتعلم ولادنا ازاي يكافحوا الافكار المتطرفه. استنونا بعد الفاصل مع زميلتي ساره حنفي. رجعنا لكم مره تانية في استوديو عسل ابيض. وفي الفتره الاخيره للاسف الشديد بقينا بنشوف انه الجماعات الارهابيه بتسعى بكل الطرق انها تضم ليها الشباب والاطفال، وده من مختلف الاعمار الحقيقه. وردا على ده ظهرت مبادره رائعه جدا اسمها صحيح الرساله. المبادره دي بتشتغل على حمايه الطفل العربي من التطرف والارهاب. تفاصيل اكتر عن المبادره دي هنعرفها من ضيفتي اللي منورانا النهارده في استوديو عسل ابيض ساره هاشم، مؤسسه مبادره صحيح الرساله. ساره مساء العسل الابيض عليكي. مساء الفل ومساء العسل الابيض عليكي. مساء النور يا حبيبتي. النهارده طبعا انت عامله مبادره رائعه بصراحه، اكتر من رائعه ومواكبه جدا للاحداث اللي احنا بنعيشها بقالنا فتره، واحنا كان هدفنا طول الوقت الطفل، لان الطفل هو مستقبل اي بلد. عرفيني اكتر عن مبادره صحيح الرساله يا ساره. مبادره صحيح الرساله مبادره اجتماعيه بحته تطوعيه كمان، اشتغلنا فيها ان احنا استهدفنا الطفل العربي زي ما حضرتك ذكرتي. الطفل زي ما قلتي هو نواه المستقبل، فعلشان نقدر ناسس دوله علميا وثقافيا وكل حاجه لازم نبتدي من البذره او النشأه. لقينا كتير افكار متطرفه غريبه على عاداتنا وتقاليدنا، غريبه عن ديننا، غريبه عن فكرنا المتوسط او المعتدل، فلقينا الموضوع واخدنا لسكه تانية خالص، بتظهر صوره مغلوطه عن الدين وعن الشرقيين والعرب عامه، ان احنا شعوب ارهابيه وان احنا متطرفين. ولقينا في دول اوروبيه ابتدت ان هي تخاف من مجرد ذكر جنسيه عربي، فالصوره المغلوطه دي ادت ان احنا كلنا بقينا في زي ما بنقول كده صوره شاذه عن الحقيقه، صوره مشوهه بالظبط. فانطلقت ان انا اعمل مبادره اهتم فيها بالنشأة وبالطفل، اصحح المفاهيم، ابتدي ان انا اعرفه ازاي ايه دينه، ايه انتمائه لبلده، يعني ايه يكون بيحب تراب وطنه فعلا، ازاي ان هو ينمي مواهبه ويكون حد منفتح ثقافيا على الحياه وعلى كل طرق الحياه بالطريق الصحيح. يعني ما يبقاش متشدد ولا متطرف فكريا او متعصب حتى لو لنادي او لفريق كوره. صحيح، هو التطرف عموما يعني مش كويس في اي حاجه، مش دينيا فقط يعني. التطرف هو الانحراف بالفكر عن المسار الصحيح، فده ما بيخصش الدين بس هو أثر علينا سلبيا من اتجاه الديني بس. صح. لكن ابتدينا ان احنا نشوف الناس حتى في مناقشاتهم السياسيه ومناقشاتهم الكرويه حتى في ابسط الاشياء بيشوفوا انه يا اما انا الصح يا اما انت الصح يا اما يعني نخسر علاقتنا. فالفكر ده هو اللي حبينا ان احنا نحاربه، وعشان نقدر نحاربه فلازم نغطي كل الجوانب ونبدا بالطفل اهم حاجه، نغطي الجوانب بتاعه تاسيس الطفل اللي هو المعلم والاسره. لا احنا لسه هنتكلم في الشق ده طبعا لان هو شق
مهم جدا، هما الأعمدة الأساسية في حياة الطفل عموما. وانت يا سارة كمان كان ليكي تجربة شخصية اتعرضت لها في انه لمحاولة اقناعك بالأفكار المتطرفة دي، احكي لي عن التجربة دي حصلت ازاي وامتى؟ انا في فترة الجامعة كنت مهتمة بالموسيقى العربية وبالغنى، وكنت حاجة مختلفة شوية. انا عارفة ان صوتك حلو كمان. الحمد لله. بس فابتديت ان انا ايوه عندي شغف ان انا اتعلم احكام تجويد القرآن الكريم واتعلم كتير واتثقف عن الدين. فلما ابتديت ان انا اخد الكورسات دي واعلم الاطفال واعلم اميين واطفال واجانب واعلمهم اصول اللغه العربيه. بتعلميهم فين يا ساره؟ انت كنت متطوعه في حاجه؟ كنت متطوعه في دور تحفيظ ومؤسسات رعايه اطفال. الله عليكي. ميرسي. فلما رحنا ان احنا ابتديت ان انا اعمل ده واحتك بالفئه دي، فلقيت انه انا مش هقول الكل او الغالب، هقول نسبه للاسف مش قليله بتتعامل بفكر متطرف جدا مع اطفالهم عن الدين. اكتشفت ده لما بقيت ان انا اعلم طفل مثلا الرسم، فخليه يرسم علم مصر في الكراس بتاعه، فلاقي والده جاي معترض انه مش عايزه يرسم علم مصر. امال عايز ايه؟ لا انا مش عايز دوله منفصله، احنا بنحلم بدوله الاسلام ودوله الخلافه. الاقي سلوكيات غريبه بيعترضوا على ان انا ممكن اعلم الطفل نشيد او اغنيه، فلا ما ينفعش. طب دي طفوله ملهاش علاقه بال يعني الحرام والحلال مش داخل بالشكل ده، الدين يسر مش عسر. فيها ايه لو طفل هو لو ما عندوش انتماء لوطن ومش هيبقى عنده انتماء لشيء اصلا؟ بالظبط. لا هما مش شايفين بالنسبه لهم الوطن مش هو يعني تفسير الكلمه بالنسبه لهم مش زينا. احنا معانا لوجو بتاع المبادره بتاعتك صحيح الرساله على الشاشه دلوقتي، كل الناس تقدر تشوفه معانا. طيب وبعدين حصل ازاي بقى انه حد حب ان هو يخترقك ويخترق افكارك او يغيرها لك؟ ده حصل ازاي؟ ابتدى انه في بعض الناس اللي بتناقشني تجيب لي كتب، سواء من اولياء امور او من اصحاب الدور دي، يجيبوا لي كتب. الحمد لله ان انا كان عندي سابق ثقافه تخليني اقدر اميز بين الصح والغلط. ايوه صدقيني لو انا حد شاب مثلا، اغلب الناس دلوقتي ما عندهاش، لو شاب فاضي ما عندوش معلومات او خلفيه، الحاليات الفارغه دي لو اتقابلت مع الحد ده المقنع بطريقه لا تتخيليها، عنده بيجيب لك الحديث او النص او المرجع الديني صح جدا وبيفسره غلط جدا. صح. وفي يعني ناس بيبقى عندها بلاغه، بيبقى بليغ في طريقه كلامه وسلس وجذاب، وعنده من اساليب الاقناع ما لا تتخيليه وادله من القران والسنه. هنا في دور حفظ القران ده سيشن كنا بنعمل فيه قراءات من كتب وثقافات مختلفه. الله. وده مش حضانه يعني؟ لا ده سيشن انا كنت عامله في مكتبه خارجه في اسكندريه. جميل جميل قوي. دي من محاضره لاولياء امور. بتديهم كمان محاضرات؟ طبعا بحاول ان انا اعدل لهم السلوكيات الخاطئه في التربيه اللي بتصدر منهم هم. انا مبسوطه قوي يا ساره بجد من اللي انت بتعمليه ده. مرسي. مهم جدا ومفتقدينه بشكل كبير قوي قوي. هنا بقى ومعاكي اطفال صغيرين خالص. انا احنا بنبدا التاسيس من 3 سنين لحد سن 15 سنه. صح مظبوط. 3 سنين يقدر يستقبل، اللي هو عباره عن من استقبال. من 3 سنين لحد 7 سنين دي زي النقش على الحجر زي ما بنقول. ايوه صح. دي الطباع والافكار وكل المعتقدات بتحطيها في السن ده. مظبوط. هو عباره عن جهاز استقبال، وبعد لما يكبر يبدا يرسل بقى. احنا هو الكل اللي كده بشكل عامي شويه، لان انا مش كل اللي بيحضروا لي متعلمين، ده غلاف الصفحه الخاصه بينا على السوشيال ميديا. معبره جدا. يا اما هيبقى كده يا اما هيبقى ارهابي. بالذات بعد اللي حصل في بلادنا العربية، يعني أنا كنت بتستقبل أطفال سوريين. نعم. عندهم تشويش، هل الصح اللي احنا شفناه ببلادنا؟ هل الصح ان احنا مفروض ان احنا نقيم دولة خلافة ونعمل دولة إسلامية؟ هل هو ده الإسلام؟ أفكارهم مشوشة جدا. بالضبط. فده من اكبر الدوافع كمان اللي خلتني اعمل مبادره تحقيق الرساله. بالظبط. والهلع والخوف اللي ممكن من خبطه صغيره الطفل يجي له فزع يعني انت نصيحتك لكل الناس انه قبل ما تستقبل افكار اي حد لازم هي تبقى يبقى عندها مرجعيه وتذاكر وتقرا كويس قبل ما حد يقنعها بافكارهم.
دي نصيحة منك ليهم؟ النصيحة ان يكون الناس عندها مرجعية، ويكونوا عندهم مرجعية مش لنفسهم بس، يعني قبل ما ابني أسرة لازم انا اكون قد ان انا هبني بيت وهخلف اولاد وهأسسهم يعني انا مش حابة شكل الأسرة اللي بقى مجرد بنك مالي بيصرف عليهم، انا ابني في المدرسة الفلانية وبيلبس بالشكل الفلاني وبيتعلم اللغات الفلانية، مش هو ده التربية والتعليم. هو للأسف احنا في فترة كده وما زالت انه الأسرة بس مجرد ان هي بتجمع فلوس عشان المدارس ومصاريف الحياة، يعني هي عبارة عن كريدت كارد مش اكتر من كده. بس انا مش عارفة، انا حاسة بخير، انا مستبشرة خير فيكي وفي اللي زيك وفي ناس كتير قوي بيبدأوا ان هم يعلموا الأسرة انه لا، انتوا ليكوا دور اهم بكتير من الفلوس. بالظبط. طيب، يعني هو ده كان هدفك من المبادرة، ان انت الأطفال تبدأي من عند الطفل ان انت تغيري له او تفهميه الصح فين. بالظبط. والاولياء المرضع اهم بكتير، والمعلمين والمعلمين. طب الكلام ده حلو جدا، اليات تنفيذه على ارض الواقع بقى بتبقى عامله ازاي؟ وهل في صعوبات بتواجهك وانت بتنفذيه ولا لا؟ الصعوبات اللي احنا واجهناها الاول قبل ما اقول لك اليات التنفيذ، انه طبعا في اولياء امور يعني تفكيرهم متشدد فوق ما تتخيل. ايوه. فاول نجاح كان من السيدات، وتحية كبيرة للسيدات قوي المصريات. الست المصرية يا جماعة عاملة ريكورد، يعني عاملة 2017 بالظبط. اه والله فعلا مكملين. استجابتهم كانت معايا افضل بكتير، يعني ممكن يكونوا هم متشددين فكريا، فلما حققت نتيجة مع ولادهم سلوكيا وثقافيا وفي كل المجالات، ابتدوا ان هم في سيدات كانوا بيجيبوا لي ولادهم من ورا الاباء، لان هم معترضين على الشكل اللي انا بتقدمي بيه المعلومه، المعلومه التربويه والمعلومه العلميه. يعني انا شايفه، قولي لي يا ساره، انت شايفه الاهم في الاسره الام ولا الاب اللي يقدر ان هو يغير فعلا؟ الاثنين. لان احنا دايما بنختزل ان دور الاب في الاسره اقل في تربويا من دور الام. انا شايفه ان دي من المعتقدات الخاطئه اللي احنا محتاجين نعالجها. بالعكس، انت بالنسبه لطفلك قدوه، والراجل الشرقي او المصري لازم يتعود ان دوره في الاسره لازم يكون بحب وباستمتاع، مش مجرد واجب. فدي بتاثر كتير قوي وبتغير كتير قوي، غير لما تكون الام متحمله كل الاعباء للمدارس وللبيت وللولاد ولشغلها. واحنا اغلب السيدات دلوقتي بقوا سيدات عاملات. طب انا عايزاكي توجهي رساله لكل اب، معلش ليه بقى؟ لانه في اباء بعد فتره طويله بيكتشفوا ان اولادهم ماشيين في سكه مش كويسه، ويقول ده انا طلع عيني وانا بتبهدل عشان اجيب الفلوس والقرش عشان اوفر لكم حياه كريمه والى اخره. توجهي له رساله تقولي له ايه الاب اللي من النوع ده؟ للأسف الظروف الاقتصادية خلت الناس كلها زي ما حضرتك تفضلتي قلتي بيجروا وراء التوفير لحياة كريمة بالشكل المادي، اللي هو النادي والمدرسة واللبس وأحدث تليفون وأحدث موضة. أنت حولت نفسك لشيء مختزل في بنك بتصرف على يعني آلة، ما فيش دور تربوي. يعني انت شايفه ان هو لازم يفضي جزء من وقته عشان يبقى في حياه ولاده قبل ما يكبروا ويبقى هو في حياتهم ولا حاجه؟ هو بيخلي نفسه زي ما قلت لحضرتك اداه او اله، فلازم يخلي وقت لبيته. انا مش بقول له ان هو يفضل طول اليوم معاهم او كل يوم معاهم، انت لو عملت ساعه في الاسبوع، يوم الاجازه ما تخليهوش خروجه بس، خليه خروجه ومناقشه وتفاصيل افكارهم، اهتماماتهم، هواياتهم، ده بيفرق كتير في النفسية. مهم طبعا. حتى كمان في الأسر المنفصلة، يعني احنا كمان بنعالج نفسيا الأطفال الناتجين عن الأسر المنفصلة، لأن هما أكتر ناس بيكونوا عرضة للأفكار المتطرفة، لأشخاص تانيين، لإحتواء أشخاص تانيين غير الأب والأم. بيجري على أقرب حد ممكن يحتويه ويقدم له العون النفسي، فبيبقى مدخل أو باب لتغيير الفكر المعتدل للفكر المتطرف. طيب قولي لي بقى يا سارة، آليات التنفيذ على أرض الواقع شكلها عامل إزاي وبدأتي من إمتى؟ احنا بدأنا من 2011، عملنا كتير حملات، في منها حملات على الفيسبوك حققت الحمد لله آلاف المشاهدات، من دكاترة أخصائيين في أكتر من مجال، سواء تنمية بشرية، سواء تعديل سلوك، استشاريين أسري، نفسي وتربوي. الفيسبوك بقى ده مهمة جدا، سلاح مهم جدا، انتشار. يعني أنا لو بعمل ندوة في محافظة ما بيحضر لي فيها 500 فرد، فلا أنا على السوشيال ميديا ممكن أوصل لألاف، ومش من مصر بس. طبعا انا حدود المبادره مش في مصر بس، انا بحلم ان انا اوصل بيها لكل الوطن العربي، ويساندني فيها كل
حد مهتم ان يكون وطن عربي في حياته. انت فعلا قلتي ان انت هدفك انك توصلي لكل طفل في كل الدول العربيه، ازاي ممكن تعملي ده؟ عملتي ده اصلا ولا احنا اشتغلنا من عن طريق السوشيال ميديا ده جزء، وعملنا حملات توعيه بالاتفاق مع المؤسسات اللي لديها اطفال وبيرعوا اطفال سواء ايتام او مؤسسات تعليم، عملنا معاهم بروتوكول تعاون بنقدم لهم وبنروح لهم لحد عندهم، معايا فريق مختص ومتطوع في اغلب محافظات مصر وبنوصل لهم على الطريق ده، والحمد لله في ابتدى في استجابه عالميه للمبادره، وصفحه امريكيه كتبت عننا. ايوه صح، كنموذج نسائي عربي ناجح، وابتدينا ان احنا نتلقى تشجيع من مختلف بلدان العالم من جميع الاديان بيشجعوا مبادره صحيح الرساله وحابين انها توصل لكل طفل في العالم مش الوطن العربي بس. طب ده حاجه عظيمه جدا، ده خبر حلو جدا. انت كمان في شعار لمبادره صحيح الرساله وهي افتحوا النوافذ جددوا الفكر الذي رقد. بالزبط. الذي رقد، فهمينا اكتر او ليه وضعتي الشعار ده تحديدا للمبادره بتاعتك؟ لان لقيت اتجاه المجتمع والفكر ابتدى ان هو يتاخر مش بيتطور. يعني احنا بنتطور في الشكل وفي اللبس وفي المظاهر، بس الجوهر بيتاخر. ايوه بنحاول ان احنا نرجع لعصر الجاهليه في المعامله مع النساء وفي المعامله مع الاطفال وفي وضع المراه في المجتمع، حتى في ابسط الاشياء اللي ممكن تكون مخالفه للشرع في المواريث. يعني في حاجات ممكن تكون انت شايفه انه يعني على المستوى الاخلاقي والانساني احنا بنتراجع يعني. بالظبط. فعشان كده اخترنا الشعار ان هو جددوا هواء الفكر الذي رقد. احنا فكرنا فعلا رقد، بقينا مسيرين، مش بنفكر ومش بنبدع. انا بشكرك جدا جدا يا ساره. اولا انا بحييكي فعلا على صحيح الرساله او مبادره صحيح الرساله، واتمنى انك تفضلي مكمله فيها، واحنا في عسل ابيض وراكي وفي ظهرك هنفضل دايما نعرف منك كل المعلومات وايه الجديد اللي بيحصل فيها ونقوله للناس. وعايز اسمع بقى صوتك، انت صوتك حلو جدا، وقلتي كمان انك هتغني حاجه ليها علاقه بالمبادره. هختم بصوتك الفقره دي، وبعد الفاصل على طول يا جماعه احنا لسه مكملين مع بعض، هنتعرف على حاجات كتير قوي مع شيرين حمدي، وخصوصا على سر الابتسامه السحرت ستات مصر الهوليوود سمايل، طبعا مع خبيره تجميل الاسنان الدكتور نانسي محمود. هختم الفقره دي مع ساره وبصوتها الجميل. بصي، هو انا حابه اقول حاجه بمناسبه اللي بيحصل في سيناء دلوقتي واللي بيعمله جيشنا على الحدود. احنا قلنا ان احنا لينا جيش على الحدود، وفي نفس الوقت احنا جيش بنحارب بالوعي وبالفكر. مزبوط. فانا هقول حاجه صغيره كده من اغنيه ام البطل. ابني حبيبي يا نور عيني، بيضربوا بيك المثل، كل الحبايب بتهنيني، طبعا ما انا ام البطل في العالم، وصلت اخباره وشجعته وتحرير الارض، اتلموا اخواته وعمامه من كل بلد عربي جنبه، شد الرحال شد الجبال عدى المحال، زرع العالم طرح الامل، وبقيت أنا أم البطل.